خير وبخير. اليوم ممكن نشوف كل لكم لوك جديد زويوني هاد حشموني ولا ما علينا. اللي بغيت نقول لكم هو بس لي ستوريات ولا حسب لا موتيفاسيون اللي وصلوني واحد الرسائل من عند واحد البنات كيسولوني كيفاش حافظت على زعما على اللياقه ديالي وعلى الجسم ديالي. ان شاء الله غادي تحطو في شهر 3 باش هكا الجو شويه سخون متتمم متعكسوش تخرجوا ترينيو. غادي يكون متعلق الفيديو ما بين انني الرياضه اللي كنقدر نديرها برا واللي كنقدر نديرها في الدار والرياضه اللي كنديرها في لاصال. خافوش منه البنات، انا شحال من واحد قالت كنخاف من لاصال كيدير الميس كنخايف انا متمشي ما تنعرفش شنو غادي نخدم بالضبط. غادي نشارك معكم حتى شنو ديروا في لاصال وشنو هما الحركات اللي تقدروا تستعملوهم. لاصال كاينين التمارين اللي كدار في لاصال بالميسكيلاسيون، يعني تقدري تهزي الحديد ولكن غتخدمي بلايص معينه اللي انت باغا تخدميها. كتجمعي اللحم ديالك، كتجمعي اللحم اللي ما كيبقاش مهرها، كتولي عندك الطابلات في الكرش. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشاركو معكم في لاباج ديالي في انستغرام، وغادي نحاول انني حليت قناه على اليوتيوب مازال ما لونسيتهاش، بغيت نعمرها شويه باش ان شاء الله نهار الدخول. هذا هو سبب الغياب ديالي. كنبغي نقول لكم نهاركم مبروك والله يلاقينا في شي ساعه الخير.